يعني دي بتتعمل كده اهوت. لما البسها هقول لكم ازاي. ازيك عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. ايه شهد؟ ايه ده، انت اتحجبتي ولا ايه؟ انت لابسه طرحه ليه؟ طب ايه السبب؟ بصوا يا جماعه، انا جبت باوكه جديد. طب لابسه طرحه ليه يا شهد؟ ما تورينا شعرك. والله يا جماعه شعري موجود عادي، بس انا بس لماه كحكه عشان قلت ان انا مش هظهر شعري غير لما شعري يرجع تاني طويل زي شعري الاولاني، عشان طبعا فاكرين شعري الاسود كان طويل ازاي. طب لابسه الحجاب ليه يا شهد؟ كده حبيت اخضكم. طبعا غايبه عنكم بقالي فتره ليه؟ علشان بحضر لكم للمفاجاه دي. مفاجاه ولا مش مفاجاه؟ مفاجاه. هل انا كنت بلبس بواريك؟ لا. هل انا فكرت ان انا البس بواريك؟ لا، عشان شعري كان حلو مش محتاج وما زال حلو، بس انا عايزاه يطول تاني، فلازم ايه اوقف حراره شويه. هو يا جماعه هروح اغمق اسود، هرجعه تاني اسود. تا 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 1 2 3. بس اغمق. لا دي الصورة عادي جدا. يلا بينا نبقي كريمة. بصي يا جماعة انا مضفرة، هتقولي لي يا سهد انت ليه مضفرة؟ بصي يا جماعة انا هاخد مضفرة الباروكة عشان احافظ عليها، عشان هي مش شعر طبيعي. ليه يا سهد ما جبتهاش شعر طبيعي؟ عشان الشعر الطبيعي حرام حرام، يعني البواريك ان انا البس باروكة او اكستنشن اللي هي كليبسات او ان هي بتتربط في الشعر، يعني في خصلة الشعر كده اهو، دي حرام. ما ينفعش البس شعر طبيعي، ده محرم. لكن تا 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 يلا بينا. وايه ده بقى؟ دوت اللي انا بلبسه قبل ما البس الباروكة اللي انا بحطه على شعري، عشان انا عايزه اعالج شعري. فانا دلوقتي بدات احط علاج وحاجات على شعري، فمش عايزه ان الكليبسات بتاعه الباروكة دي تاذي فروه شعري من الجنب، فاهمين؟ فهلبس ده. بصوا هي دي الكليبسه دي والكليبسه دي، يعني دي بتتعمل كده اهوت. لما البسها هقول لكم ازاي، علشان ان انا اخليها تمسك في شعري. وديت دي بلبسها اللي هو زي مثلا بندانة بتاعت الحجاب كده اهو. اهي بصوا بحط كده، بلبسها كده، فاهمين؟ طبعا انا اهو ظبطاها، انا اللي قصة القصة دي. اوكي، انا اللي ظبطت القصة دي كده، وعامله ضفايا عشان احافظ عليها. يلا بينا نروح نعمل الجريمه. فاصل ونعود بعد قليل. ازاي المشاهدين في كل مكان؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب ما يقطع لنا عاده ولا يحرمكم مني ولا يحرمني منكم. طول السنة مستني رمضان ومحتار، عمال افكر اوديكم ازاي ومش لاقي اختيار. دعيت ربنا يرزقني فكرة جديدة بعيد عن التكرار، ولان ربك كبير هداني وخلاني خدت القرار. السنة دي هحط البنزين جنب النار. يلا بينا. ولبستها دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني، دلعني في حبك دلعني. بصوا يا جماعة بقى لازم نظبطها كويس، انا اللي قصه القصه دي. يلا بقى هروح افكها واجي لكم. فاصل وسنعود بعد قليل. انا جبت لها مشط عشان اهتم بيها. وي شايفين يا جماعه طويله ازاي؟ فكرني بشعري الاسود. ها فالحين بس تشطروا عليا وسايبين اعلان دق شماسي جدا. المفروض بقى عشان ابينها ان هي طبيعية شوية، بصوا يا جماعة من قريب
لايك. نسيت اقول لكم حطوا لايك. بس يا جماعه عايز اقول لكم ان رد ماما عجبها جدا 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 بجد، عجبتها جدا وقالت لي شادي قريبه من لون شعرك اللي هو اللي بعد الصبغه يعني قبل ما شعري يفتح، هي اصلا غامقه. ف وانا قررت ان انا ارجع شعري اسود تاني. بس بجد يا جماعه ممكن اعملها كذا شكل، يعني ممكن اعملها كده بجد، انا عاجبني قوي الشكل اللي انا هعمله دلوقتي ده. قولولي ايه احسن شكل عجبكم، ستايل يعني. بصوا يا جماعة تحفة تحفة قوي. بصوا الشكل ده، وينفع بقى اشكال كتير جدا. انا جايباها ان هي بتروح وتيجي في اي حتة، بحيث ان انا اتأقلم بيها زي ما انا عايزة. بس وطبعا هيقولولي شهد شكلك متغير، معلش يا جماعه استحملوني والله. على فكره هي حلوه يعني ماشيه الحال، بالنسبه للبواريك اللي انا كنت بشوفها كانت مش حلوه، بس حرفيا انا جايباها من مكان بيبيع الحاجه حلوه ونضيفه، فانا مرتاحه يعني وانا لابساها وكده مش قلقانه، فاهمين. وبس كده الفيديو خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون فكرة جديدة مختلفة عن اي فكرة تانية انا عملتها، وستايل جديد ومختلف. استنوا بقى عشان في حاجات مطرقعة كتير قوي اعملها الايام الجاية، مش عارفة ليه كل شيء اعمل كده قدام الكاميرا. اعمل كده ليه؟ معلش يا جماعة. وبس كده. وقبل ما ننهي الفيديو هسيب لكم ايموجي ينوت اكتبوه في الكومنتس تحت علشان اعرف مين خلص الفيديو للاخر ومين شاف الفيديو للاخر، عشان اللي ما شافش الفيديو للاخر هبقى عارفاه هو مين. اوكي، عشان الفيديو الجاي هقول الاسماء اللي حضروا الفيديو ده للاخر. خلصنا خلصونا. يلا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايوه شاطرين حافظين الحركات. يلا باي. وقولوا لي لو عايزين اي فكره اعملها، اي مقلب في منور، في نانسي، في صحابي، في ماما، في اخواتي، اي مقلب قولولي عليه في الكومنتس تحت وانا هعمله وهنفذه زي المقالب اللي انا عملتها قبل كده. يلا